لنفترض بأنه المواطن العراقي اليوم شارك بالانتخابات، من الذي يضمن نزاهة نتائج هذه الانتخابات، بل التحجج أحيانا بأجهزة العدوى الفرز بأنها غير جيدة أو منتهية الصلاحية كما رأيناها طبعا بالانتخابات السابقة؟ طبعا هو هذا الذي نخاف منه، وهذا الذي أشار إليه بيان النصر أو الحزب الشيوعي أو الكثير حتى من الناشطين الاجتماعي المجتمعيين أو ما إلى ذلك. لذلك دعا المرجع الأعلى إلى أن يكون هناك إشراف أممي. بمعنى آخر، الإشراف الأممي كما يجري في الكثير من الدول، كثير من الدول يجري فيها إشراف أممي، الذي يعني وهي نقطة مهمة جدا، الذي يعني هو أن تنتشر قوات القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، تنتشر في المحطات الانتخابية، هي المشرفة المباشرة على مراقبة صناديق الاقتراع عندما يتم نقلها، عندما يتم فتحها، عندما يتم فرزها. نعم. وعدم حضور أي عنصر من العناصر الحزبية خاصة المسلحة يجب أن لا تحضر إلى المحطات الانتخابية. نعم، هناك ممثلون عن الكتل السياسية والأحزاب السياسية تحضر في المحطات الانتخابية، لكن عن بعد لا يدخلون إلى المحطات الانتخابية، لأنهم عندما يدخلون إلى المحطات الانتخابية فسيهددون الموظف ويهددون الناخب في آن واحد. هذا معنى الرقابة الدولية. أما الرقابة الدولية، والله بروتوكول يتم التوقيع عليه بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، مندوبة الأمم المتحدة مثلا قاعدة بنيويورك وتراقب انتخابات، هذا لا ينفع، هذا ضحك على الذقون. يجب أن تكون الأمم المتحدة حاضرة بشكل مباشر من خلال قواتها وموظفيها ومدراءها العامين ومن كل شيء. طيب. لأن هذه الانتخابات حقيقة أنا في رأيي هي آخر انتخابات تجري في العراق إذا تمت مصادرة صوت الناخب العراقي. سيد نزار، فسنقرأ الفاتحة على الديمقراطية في العراق.